يقول لك خبراء التوظيف قالوا في جمل ما تقولهاش وانت بتقدم في شغل، اللي بيسمعنا لو بيقدم في شغل من الشباب الصغير يعني اللي مقبل على بداية حياته الوظيفية وراح يقدم في وظيفة، بيقول لك جمل تسببت في انهم الناس ما تقابلتش في الشغل. معلش اصلا انا متوتر شوية. يقول لك مفيش ولا شركة ولا مؤسسة كبيرة هتهتم تعين شخص مش واثق في نفسه وبيتوتر، حتى لو توترته ده طبيعي يعني وارد يحصل، مش هنقول اللي احنا رايحين نقدم عنده معلش اصلا انا بس مش متعود او متوتر. هقبض كام؟ بيدي انطباع انك جاي تشتغل عشان الفلوس ومش مهتم بطبيعة الشغلانة نفسها. بيقولك لو تبرعت وحكيت يا يونس عن نقاط ضعفك وعيوبك، يعني ارجوك ما تتكلمش فيها الا لو اتسألت وفكر كويس قبل ما تجاوب، لان مش من الحاجات الجميلة ان احنا في الدنيا اصلا ان احنا نتكلم عن نقاط ضعفنا اصلا، فما بالك ان رايح لأقدم في وظيفة. أنا فعلا محتاج الوظيفة دي، أنا لازم أشتغل الفترة دي وبدور على أي شغل. بيقولك الشركات بتبقى حابة توظف ناس حابة الشغل وحابة تكمل في الكارير، مش شخص بالنسبة له ده مرحلة مؤقتة أو مصدر يجيب منه فلوس وخلاص. الكلام عن انك عايز ايه وطلباتك ايه كتير غلط، في حدود. اتكلم عن ان انت قد ايه هتكون شايف ان انت هتقدر تضيف للمكان، قد ايه انت متحمس وشايف ان انت يعني هتضيف لنفسك وهتضيف للمكان بالشغلانة دي. ما تسألش المقابلة هتخلص امتى قبل ما تدخل لحد بره سكرتاريا او حاجة، لانه ممكن ده يتنقل وطبعا مش هينفع وهيدي الانطباع ان انت مش بتاع شغل او انت مش بتاع شغل ومستعجلة. كمان لما تتسأل عن شغلك اللي فات او شغلك اللي فات، عمرنا طبعا ما نتكلم عنه او عن ادارتنا اللي فاتت بشكل سلبي، ده بيسيب انطباع سيء جدا عننا، لان اللي اتكلم على فلان هيتكلم عليا النهاردة، فعادي جدا. ما تتكلمش عن مشاكلك العائلية وظروفك العائلية وظروفك الاجتماعية، لأن حياتنا الشخصية تخصنا لوحدنا، ما تخصش أبدا المكان اللي أنا رايح أقدم على شغل فيه. كمان بيقولك الألفاظ لازم ننتقيها، الكلام الدارج والكلام اللي بيتقال عادي في حياتنا العادية في كلام منه كتير ناخد بالنا قبل ما نقوله. اسأل في اللي انت عايز تسأل فيه وما تتكسفش، لان هيبين قد ايه انت مهتم بالشركة، وما يبقاش السؤال الاوحد هو المرتب كام، لا، في حاجات كتير عن طبيعة الشغل، عن حاجات تهمك في الشغل تسأل عنها، تبين من خلالها ان انت فعلا جاد في تقديمك للوظيفة. كمان في استطلاع رأي اتعمل على موقع اجنبي شهير شارك فيه حوالي 2800 شخص عن الالوان اللي اختاروا يلبسوها يوم المقابلة الشخصية للشغل واتقبلوا بعدها. قال لك الازرق بنسبة 81% من المشاركين في الاستطلاع قالوا ان اختيارهم في الوظيفة انهم تم اختيارهم في الوظيفة وكانوا لابسين الازرق، هو مش سبب، ولكن الخبراء قالوا انه اختيار مثالي بيدي انطباع بالهدوء والثقة بالنفس. البنفسجي تم اختيار 72% من المشاركين اللي لابسينه لانه بيدي انطباع انه عنده كاريزما وجاذبية. الاسود 69% من المشاركين في الاستطلاع في الوظائف، الخبراء بيقولوا بيجمع بين صفات القيادة والأناقة. الاخضر تم تعيين 59% من اللي مقدمين في الوظائف وهم لابسين اللون الاخضر، بيدي انطباع عن الشخص اللي لابسه انه عنده استعداد لانه يتعلم اكتر في الفترة اللي جاية. الأحمر تم تعيين 48% من المشاركين في الاستطلاع لما اختاروا اللون الأحمر في المقابلة، لأنه بيدي انطباع أن الشخص نشيط هايبر أكتيف حيوي اجتماعي. الأصفر والبرتقالي بيدوا انطباع أن الشخص اللي لابسهم أنه شخص محب للحياة، ولكن في مقابلات الشغل بيقولك بيدي انطباع أن أنت رح تصيف مش رايح تقدم في الشغل. ده كلام برضو نسبي جدا. بيقولك الأبيض بقى ده السواد الأعظم، كل يعني بيبقى ده يعني الواحد اللي هو عايز يبقى في الأمان.